بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا الحادي عشر للحول المحليات وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. انطلق مع هذه الأسماء الحاضرة، مع هذه الشعارات المتواجدة، لأندفع مع أول المراكز لأتابع الحق بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، مقدما لنا شعاره ومقدما لنا الحق مع أول المراكز، مع أول التحديات. المركز الثاني، الحضور في هذه اللحظات من تهاني خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، مقدما لنا شعاره. بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات، هنا أتابع دارين يا دارين، ناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، مقدما لنا شعاره مع المركز الثالث. أما المركز الرابع فأتابع الحضور وأتابع الوصول، مع ايضا هنا الشاهينية سالم بن حمد بالاسود العامري ينطلق مع المركز الرابع. اما المركز الخامس فأتابع الحضور، أتابع التواجد هنا في هذه اللحظات والانطلاقات مع مصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، يا سلام. بينما المركز السادس الحضور هنا من الوثبة، مكتوم بن سعيد بن منا بن غدير الاكتبي، مقدما لنا شعاره. بينما أتابع الحضور أيضا في هذه اللحظات من الضبية، عمير بالحزمي بن قناص العامري، مقدما لنا شعاره وحاضرا مع حضور الضبية في هذه اللحظات لتنطلق على المركز الثامن. المركز التاسع الحضور في هذه اللحظات من رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتبي، قادما وحاضرا بحضور شعاره في هذه اللحظات. بينما القادمة، بينما الحاضرة هنا أتابع القادمة عيده الحاضرة بشعار محمد بن مسلم بن قنزول العامري. هكذا نتيجتنا لهذه الأسماء، لهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة مع انطلاقة أول أشواط الإنتاج والمنتجين. العودة من جديد إلى شعارك يا الحلامي، إلى شعار الحق الحاضرة على أول المراكز، الحاضرة على أول الانطلاقات. الله 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 على هذه الانطلاقة وعلى هذا الحضور الممتاز والمميز من هذا الشعار، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الحلامي يقدم لنا انطلاقة شعاره وحضور شعاره الذي مع مقدمة الشوط تنطلق الحق مع أول المراكز. المركز الثاني الحضور من دارين ناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، مقدما لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من تهاني خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، مع ثالث الأسماء. المركز الرابع القادم عيده، عيده يا عيده الحاضره في هذه اللحظات تتقدم بشعار وحضور هذا الشعار، شعار محمد بن مسلم بن قنزول العامري على المركز الرابع مع عيدة وحضورها. أتابع بينما المركز الخامس أتابع هنا الحضور، هنا الانطلاق من هذا الشعار لتحضر مشاهدينا الكرام الوثبة، مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، قادم قادم مع حضور الوثبة
وثبة في هذه اللحظات، بينما أتابع المركز السادس الحضور سابع المراكز، تتقدم مصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا مصيحة القادمة بهذا الحضور. أتابع أيضا القادمة والحاضرة الضبي عمير بالحزمي بن قناص العامري قادما وحاضرا بهذا الحضور، لتحضر أيضا الشاهينية سالم، يا سالم سالم بن حمد بن الأسود العامري مقدما لنا شعاره ليحضر هنا مع هذه الأسماء الكبيرة، هنا مع هذه الأسماء الخطيرة الحاضرة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. بينما أتابع القدوم من رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي العامري، أم الاكتبي بالفعل يأتينا ويتقدم الاكتبي مع تقدم شعاره ومع حضور شعاره الكبير. أتابع أيضا القدوم والحضور من ميزة غدير بن محمد بن غدير الإعفاري قادما وحاضرا بهذا الحضور الممتاز، أيضا القدوم والحضور في هذه اللحظات من الشاهينية سيف بن سويدان بن حضيرم الاكتبي قادما وحاضرا بهذا الحضور. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى انطلاقة وحضور الحقة المتقدمة بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الحلامي يقدم لنا شعاره الكبير، يقدم لنا شعاره الخطير الذي اعتاد أن يكون دائما في هذا الموقع وفي الرقم واحد وفي الخانة الأولى. الله يا الحلامي، الله يا راعي الحقة، من يقدمها في هذه اللحظات في شروط الإنتاج والمنتجين. انطلقت الحقة بدون أي أوامر لتنطلق نحو الانتصار ونحو الفوز ونحو أيضا الناموس الغالي في عاصمة الميادين، في عاصمة الملايين. المركز الثاني تهاني، الله يا تهاني، خادم بن سعيد بن عيسى المنصوري مقدما لنا شعاره، مقدما لنا تهاني والفوز والناموس والتهاني. الله يا تهاني، الله يا تهاني، نهني نهني مشاهدينا الكرام مالك تهاني في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق الكبير اللي تقدم لنا تهاني مع ثاني المراكز. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من دارين ناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي، من يقدم لنا شعاره العامري وحضور شعاره بن نوبي بن نوبي، ينطلق مع المركز الثالث، ينطلق مع ثالث التحديات. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات، هنا الحضور مع الوثبة مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. أما المركز الخامس فأتابع الانضمام، أتابع الحضور من الضبية عمير بالحزمي بن قناص العامري، 2 كيلومترات ما يفصلنا عن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار. بينما المركز السادس القادمة في هذه اللحظات عيده، يا عيده، محمد بن مسلم بن قنزول العامري يقدم لنا عيده القادمة على المركز السادس. أما المركز السابع فأتابع القادمة رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتبي يقدم لنا شعاره ويحضر مع حضور شعاره. بينما القادمة والحاضرة مصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري هو القادم، هو الحاضر في هذه اللحظات.
الحظات احضرت الشاهينية سيف بن سويدان بن حضير ملكتبي المقدم لشعاره الحاضر مع شعاره طارن الحيل طارن اقلع عن الحيل ولكن الحق ما زالت مع البداية ما زالت مع الصدارة بقيادة وبحضور هذا الشعار الكبير شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي مع البداية الأولى مع الصدارة الأولى الكيل الأخير الكيل الخطير يا أخوان الكيل المثير يا أخوان الله 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 أوصلت في هذه اللحظات وأحضرت مصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري وأحضرت الضبية عمير بن حزمي بن قناص العامري والقدوم من رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحية الكتبية والقادمة أيضا والحاضرة هنا ميزة يا ميزة اغدير بن محمد بن اغدير الأحفارية ولكن الحق طارت نحو الفوز طارت نحو الانتصار طارت نحو الانتصار نحو الناموس سعادة أحمد بن سلطان الحلامي الحلامي ما زال مع البداية 400 متر أخيرة وخطيرة الله 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 وصلت في هذه اللحظات رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحية الكتبي وأيضا شعار بو زايد محمد بن زايد بن محمد المنصوري من يقدم لنا شعاره وعمير بن حزمي بن قناص والحلامي وبن قناص الأمتار الأخيرة الأمتار المثيرة الأمتار الكبيرة الفوز لمن بالحزمي بن قناص بالحزمي ولكن مشاهدينا الكرام هنا نتابع الدخول الجماعي ما بين الحقة وما بين الضبية شعار بالحزمي وشعار الحلامي المركز الثالث كان الحضور مشاهدينا متابعينا الكرام رغايب حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي المركز الرابع وصل الحضور كان هناك ايضا مع مصيحة زايد بن حمد وزايد المنصوري ومركز الخامس إذن مشاهدينا الكرام 12 دقيقة 54 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لمالك الحق سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من اختطف ناموس هذا الشوط بينما المركز الثاني كان الحضور أيضا والأداء الكبير مع شعار عمير بن حزمي بن قناص العامري مع ضبية 12 دقيقة 54 بالوفاء والتمام المركز الثالث توقيت ولحظات وصول مشاهدينا ومتابعين الكرام 12 دقيقة 54 ثانية و5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.